وصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبال استكمال نظر عدد من مشروعات القوانين والقرارات المهمة. شهدت الجلسة العامة استعراض أكثر من 100 طلب إحاطة والعديد من أسئلة وطلبات مناقشة عامة عن قطاع الشباب والرياضة. جلسة عامة جديدة عقدها مجلس النواب لاستكمال نظر عدد من مشروعات القوانين والقرارات الهامة. وفي بداية الجلسة العامة أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون مقدم من عدد من النواب بتعديل بعض أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج إلى لجنة برلمانية مشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الشؤون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية. الجلسة شهدت كذلك استعراض أكثر من 100 طلب إحاطة والعديد من أسئلة وطلبات مناقشة عامة عن قطاع الشباب والرياضة. الحقيقة يعني جهد مشكور للحكومة والدولة المصرية للاهتمام بالشباب في الفترة الحالية لتنمية قدراتهم واحتواء الشباب، وده الهدف من الاهتمام بالشباب بالدولة المصرية. هي ظاهرة الواحد بيشوفها في بلادنا الريفية، لقي المركز مجهز وفي إمكانيات كويسة جدا، يعني كل الإمكانيات الحاجة بتبعتها لنا الحقيقة بقت موجودة، ولكن الشباب يقعد على القهوة وما يروحش مركز شباب. لازم ندرس هذا الموضوع ونشوف نقدر نجذب الشباب ازاي لهذه المراكز المهمة الحقيقة. من جهتها أكدت الحكومة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب، مشيرة إلى وجود خطة مستقبلية لتطوير كل ما يهم الشباب في مجال الرياضة ورعاية النشء والشباب وتأهيلهم، فضلا عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف الموهوبين رياضياً.